عنده حامل الفيروس وانت ما تلبسش الماسك وتقرب منه. اصابات قلنا بالعشرات سفيان، والتسيب هنا جايين للسبب الثاني زاد، فما التسيب اللاوعي كما نقول، ولكن فما زاد للاسف اسباب خبيثه انا باش نكتشفوها. نقترح عليكم من توا انه نستمعوا للمواطن هذايا، كان تدخل مع فرح ساعتين فرح اليوم على اي اف ام، هاو شنو اللي قال. وفوقي البلكون اللي فوقي فما واحد امريكي، الاخبار جاتني مع عند السيد هذا هو اجنبي، نحكي وكل شيء شنو لي كونديسيون شنو كذا، قال لي انا راهو عندي اليوم النهار الخامس، قال لي راهو طلبوا عليا معناها فلوس باش نخرج. شكون اللي طلب عليه الفلوس؟ مدير الوتيل؟ قال لي فما شخص هو اللي تبعني بالضبط، معناها باش نباديك اللي نوصلوا معناها لشكون هو الشخص بالضبط. السيد هذا تبين من بعد مش مدير الوتيل، بين السيد هذا انه المسؤول نتاع وزاره الصحه اللي هو في نفس الوقت مدير مستشفى جاوي ببوفيش. يعني مانيش باش نسأل يعني. قال لي راهو طلب عليا فلوس. قلت له كيفاش يطلب عليك فلوس؟ قال لي انا راهو بابا مريض. هو الشخص هذا امريكي جاي لتونس عن طريق من فرنسا. ما دخلتش معاه بيان سور في الديتاي معناها شنو تعمل في تونس اكسترا وكذا. عنده معاه ابوه مريض. قال لي راهو طلب عليا فلوس. قديش الفلوس هذوك؟ قال لي راهو دفع 100 دولار. قال لي طلبوا لي 200 دولار اخر باش يخرج، باش ما يكملش الحجر ويخرج. اكزاكتومون. وهذاك اللي صار راهو صار خرج، خلص 300 دولار وخرج. وخرج هذا له. دكتور الحبيب غديره، شوف اللي نجم نقوله اللي راهي هذه امور صعيبه شويه، لكن حقه باش يقع تثبت ملف فساد، هذيك طاقة أمور تتبع. لكن علاش؟ على خاطر المواطنين يتبعوا بعضهم. أنت تتفكر اللي هو كان مدير نزل كبير ومعروف، سهلوا له الأمور، مشى الوتيل نتاعو، قامت الدنيا كل وجاوا هزوه الشرطة ورجعوه للوتيل. معناها راهو حتى بين بعضهم يعرفوا بعضهم، كان إنسان يخرج من الحجر هو بديله الفيسبوك يخدم، معناها هي نعرفوها اللي آليات صعيبة. تبقى لازم التحري في الحالة، على كل حال اللي نعرفه من وزارة الصحة اللي لن يتسامحوا مع أي إنسان باش يحاول ينقص ولا يعرض البلاد للخطر وياخذ فلوس. نعرف اللي باش تقع أمور جذرية كبيرة ياسر على العباد هذوما. كيفاش تعرف؟ شنو المطروح اليوم؟ خاطر نعرفوا فما بلدان اليوم تجرم عدم نقولوا اللبسين الكمامة الماسك. معناتها فما اللي يتجرم وفما اللي بخطيه وكل قدير وقدره، نحن شنو ناويين نعمل؟ احنا نعرفوا اللي كما قلت لك كان انسان خاصه موظف وزاره الصحه باش ياخذ فلوس باش يسيب انسان من اجراء نتاع حجر، نعرف اللي باش تلقى عليه عقوبات صارمه. لكن قاطعت القانون العادي ونقولوا نحن الحق العام. سفيان بن حميد، هو الدكتور راهو في الحقيقه الشيء اللي صاير والاخطار اللي نواجهوا فيها راهي مسؤوليتنا الكل. فما مسؤولية المسؤولين الساعة،